بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني المسجل الذي سنخصصه بحول الله تعالى للحديث عن أهم الأعلام الكتبة في ميدان النقد الأدبي الحديث وأبرز مشاريعهم الكتابية إبان النهضة الأدبية الحديثة. ولكن بداية نود أن نبين السر الذي جعل مدرسة الشام ومدرسة مصر تحظيان بالسبق في هذا الصدد، ألا وهو السبب التاريخي الحضاري الذي تتميز به تلك المنطقة وذلك الإقليم، والذي جعل الحواضر الشامية والحواضر المصرية تبرز على ميدان أو في ميدان الطباعة والصحافة إبان النهضة الأدبية الحديثة. وهذا يرجع إلى السبب الحضاري الذي تميزت به المنطقة من احتكاك وتفاعل مع مجيء الحملة الغربية على مصر، حيث نشأت المطابع والصحف وظهر مجموعة من الكتاب، ومعهم ظهرت فنون عديدة مثل فن المقال وفن المسرحية وفن الرواية. ولهذا كان السبق لهذه المدرسة بارزا في مسار الأدب العربي الحديث. أما بخصوص المدرسة، مدرسة النقد الأدبي الحديث، فقد ظهر على مسرحها مجموعة من النقاد في فتراتها الثلاثة المعروفة، وهي المرحلة الأولى والتي تميزت بكونها مرحلة كلاسيكية أو إحيائية، حيث برز فيها مجموعة من الأعلام الكتبة في هذا الميدان، أبرزهم الكاتب السوري قسطاكي الحمصي الذي كان له أثر بارز، ألا وهو كتاب منهل الوراد في علم الانتقاد الذي جعله في ثلاثة أجزاء، وكان يقصد به الكتابة العلمية ومحاولة تعريف النقد تعريفا علميا دقيقا، وأيضا تبنى فيه منهج التحرر في ممارسة العملية النقدية. كذلك الكاتب الماروني اللبناني أحمد فارس الشدياق الذي كتب كتابه الشهير الساق على الساق فيما هو الفارياق، والذي ضمنه مجموعة من المحاور والأبواب والأفكار كغريب اللغة وطرائف السلوكات الاجتماعية والنقد الخفي للنموذج الحضاري الغربي، حيث أبان عن معرفة عميقة باللغة العربية وإسرارها. أيضا الكاتب المصري الشهير رافع رفاعة الطهطاوي الذي يعد مؤسس مدرسة الألسن، والذي كتب كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز، حيث وصف في هذا الكتاب أحوال العلوم التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية، محاولا بذلك نقل التجربة الغربية إلى ميدان الأدب العربي. وله أيضا مؤلف آخر هو منهاج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، وهو كتاب إصلاحي نهضوي. إضافة إلى هؤلاء يوجد الكاتب المصري الشهير حسين المرصفي الذي إليه تعزى رئاسة المدرسة
الكلاسيكية في النقد الأدبي مع كتابه الشهير الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، حيث حاول فيه تقليد النقاد الأدباء السابقين إبان العصر الذهبي للنقد كالآمدي والجرجاني، وأيضا الإضافة إلى ما كتبوا من نتف النقد الأدبي الحديث الذي عاصره، وله كتاب آخر هو دليل المسترشد في فن الإنشاء، وهو عبارة عن محاضرات في النثر الفني، أي فن الكتابة في الأدب والتاريخ ونقده وعلم النفس والمنطق والتربية والفقه. فبذلك تعددت أغراض الكتابة عند هؤلاء، ولكن ليس هؤلاء فحسب، إذ يوجد عدد لا يكاد يحصر من الكتاب الذين أسهموا في النهضة الأدبية في المرحلة الكلاسيكية، كمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد المويلحي ولطفي مصطفى المنفلوطي وجورج زيدان ويعقوب صروف وحمزة فتح الله الذي كتب كتاب المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية، وعلي مبارك الذي كتب كتاب الخطط التوفيقية، ومحمد شكري الألوسي وغيرهم كثير. أما في المرحلة الثانية التي تميزت بالنقد الجديد، حيث ظهرت جهود الكتاب العرب النقاد أكثر، وتميزت بالجهد الذي بذله ثلة من الكتاب الأدباء النقاد على رأسهم عباس محمود العقاد الذي كتب بالاشتراك مع عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري كتاب الديوان في الأدب والنقد، وكتابه أيضا ساعات بين الكتب، وكتابه الفصول، إضافة إلى كتابه الذي يعد دراسة استقصائية لأهم خصائص الشعر في مصر في الجيل الماضي، وهو كتابه شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، إضافة إلى طه حسين علي بن سلامة الذي أثر المكتبة العربية النقدية بين النهضة الأدبية الحديثة بمجموعة أو بعشرات من الكتب والدراسات، أبرزها كتابه فن الشعر الجاهلي، كتابه في الشعر الجاهلي، وكتابه فصول في الأدب والنقد، وكتابه حديث الأربعاء، وكتابه تسجيل ذكرى أبي العلاء، إلى غيرها من كتبه الشهيرة المتداولة. أيضا يوجد الكاتب أحمد أمين الذي اشتهر بكتابه النقد الأدبي، وكتابه أو سلسلته التاريخية في الإسلام التي أرخت الإسلام وآدابه وحضارته، منها فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وعصر الإسلام. أيضا كتابه فيض الخاطر وكتابه الشرق والغرب التي ضمنها مقالاته وأفكاره. أيضا يوجد الكاتب الشهير ميخائيل نعيمة في مجموعة من كتبه، أبرزها كتابه الغربال وكتابه زاد المعاد وكتاب البيادر وكتاب الأوثان وكتاب النوري والديجور وكتابه في الغربال الجديد. أيضا الكاتب المصري الشهير محمد مندور الذي كتب مجموعة من الكتب النقدية، أبرزها كتابه النقد المنهجي عند العرب، كذلك كتابه في النقد والأدب، وكتابه الأدب وفنونه، وكتابه النقد والنقاد المعاصرون، وكتابه في الميزان الجديد. والحق أن هذه المرحلة الثانية من مراحل تطور النقد الأدبي الحديث تميزت بالجهد الكبير لمجموعة من النقاد الذين ذكرناهم وغيرهم كثر، حيث تميزت
دراستهم بالعمق ومعالجة الموضوع أمثال أحمد ضيف الذي كتب كتاب بلاغة العرب في الأندلس، إضافة إلى ما كتبه عبد الرحمن شكري من مقدمات لدواوينه، وأحمد زكي أبو شادي الذي كتب كتاب قضايا الشعر المعاصر، وإبراهيم ناجي وكامل كيلاني وأحمد الشايب الذي كتب أصول النقد الأدبي، وعبد المنعم خفاجي وجبران خليل جبران ونسيب عريضة الذي أسس مجلة الفنون، وعبد المسيح حداد الذي أسس مجلة السائح المهجرية، وإلياس قنصل الذي كتب أصنام الأدب، وأيضا الكاتب الشهير مصطفى صادق الرافعي الذي له عدد من الكتب، منها وحي القلم وتاريخ آداب العرب وكتاب تحت راية القرآن، وعشرات بل مئات من الكتاب الذين أسهموا في تطور النثر الأدبي الحديث، ومنه النقد الأدبي. ثم بعد هذا تأتي المرحلة الثالثة التي تميزت بكونها عالجت النقد بواقعية وعلمية أكثر، من أشهر كتابها شكري فيصل الذي كتب كتاب الفنون الأدبية وكتاب مناهج الدراسة الأدبية وكتاب تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. وتميزت دراسات هؤلاء الكتاب في المرحلة الحديثة بالدقة والعلمية، ومنهم أيضا الكاتب المشهور الناقد حسين مروة الذي كتب عددا من الكتابات النقدية، منها النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، وكتاب قضايا أدبية، وكتاب دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، وكتاب تراثنا كيف نعرفه. ومنهم أيضا الكاتب الناقد عز الدين إسماعيل الذي كتب كتاب الأسس الجمالية في النقد العربي، وكتابه الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، وكتابه التفسير النفسي للأدب، إضافة إلى الكاتب الفلسطيني عبد الرحمن ياغي صاحب مجموعة من الكتب أبرزها مقدمة في دراسة الأدب الحديث، وكتابه جولات في النقد الأدبي، وكتابه النقد التطبيقي، وكتابه في الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ. أيضا الكاتب الشهير مصطفى ناصف الذي كتب الصورة الأدبية وكتاب دراسة للأدب العربي وكتاب نظرية المعنى في النقد العربي وكتابه قراءة ثانية لشعرنا القديم، إضافة إلى الكاتب رشاد رشدي الكاتب المصري الذي له مجموعة من المؤلفات، منها المدخل إلى النقد وكتاب ما هو الأدب وكتاب النقد والنقد الأدبي. أيضا الكاتب الناقد محمود أمين العالم الذي له مواقف نقدية من التراث وكتاب الإبداع والدلالة وكتاب من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل، إضافة إلى محمد عناني الكاتب المصري الذي له النقد التحليلي وكتاب قضايا الأدب الحديث وكتاب المصطلحات الأدبية الحديثة، وأخيرا الكاتب محمود الربيعي الشهير الذي له كتاب في نقد الشعر وكتاب قراءة الرواية نموذج نجيب محفوظ، وله مقالات نقدية وكتابه من أوراق النقدية. والحق أن هذه النماذج ما هي إلا أمثلة عن المرحلة الأخيرة، ولكن الأصل أن هناك عشرات من الكتاب الذين تميزوا بكتاباتهم، أمثال زكي مبارك الذي كتب الموازنة بين الشعراء، وكتاب كتاب أمثال شوقي ضيف وسهير القلماوي وعمر الدسوقي وشكر عياد وسلامة موسى ولويس عوض وأمين الخولي ومحمد النويهي الذي كتب ثقافة الناقد الأدبي وقضية الشعر الجديد
ونفسية أبي نواس وجورج طرابيشي صاحب الدراسات النفسية وغيرهم كثيرون. أنصح في الختام الطلبة للعودة إلى أبرز المراجع المتوفرة على مستوى المكتبة، منها كتاب النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور، وكتابه النقد والنقاد المعاصرون، وكتاب النقد الأدبي النقد العربي الحديث لمحمد زغلول سلام أصوله وقضاياه ومناهجه، وكتاب نظرية النقد والفنون والمذاهب لمحمد يوسف نجم، وكتاب النقد الأدبي الحديث لأحمد كمال زكي، وكتاب النقد الأدبي الحديث لمحمد غنيمي هلال، وغيرها من المراجع التي تساعد الطالب على فهم الصورة النقدية في فترة النقد الأدبي الحديث. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم.